دي واحدة. اتفضلي معانا. هو في ايه؟ اتفضلي معانا. طب اقدر اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط؟ افندم. سيد عادل، ما كنتش اقدر اسيبك تسافري من غير ما اسلم عليكي. طب وكان لزومها ايه الحركات دي كلها؟ ما انت عارفه الشغل لازم يتم من غير ما حد يحس بينا. وحط دي في مخك، شغلنا لازم يتم في سريه، فاهمه؟ بس احنا لسه جوه مصر. ما هو العدو له عينين في كل حته. انا بصراحه جاي اقول لك كلمتين قبل ما تسافري. وانا بسمع. اولا لازم تبقي واثقه في نفسك، من ناحيه دي اطمن. ثانيا لازم تعرفي ان العدو اللي هتواجهيه عدو ذكي وخطر، لكن اللي اخطر منه نبيل. هي دي الحاجه اللي مخوفاني. لو الصوره واضحه قدامك والهدف واضح يبقى اوعي تخافي. ايوه بس ما تنساش انه جوزي. نبيل ما بقاش جوزك دلوقتي، ولا هو صاحبك ولا حبيبك. نبيل عدو، واوعي تخليه يحس بان اي حاجه اتغيرت فيكي. اوعي. هتقدري؟ ان شاء الله هقدر. يبقى اشوف وشك بخير، مع السلامه. مؤتمر أدباء البحر الأبيض المتوسط مرة واحدة؟ يا بنتي أنتي مالك أنتي ومال الأدباء والأدب؟ أنتي صحفية مش أديبة. قلتلك يا بخمة رايحة أغطي أخبار المؤتمر مش أشارك فيه. والله شكلك كده خدت رجلك على السفر لأوروبا، وكل شوية تسيبيني لوحدي وتسافري. طب ما تيجي معايا. أجي معاكي فين؟ أولاً أنا عندي شغل هنا في مصر وأنتي رايحة لشغلك، وبعدين بيني وبينك برضه ما يصحش نسيب عمك مختار لوحده في الظروف اللي هو فيها دي. أيوة كده. قري واعترفي بالسبب الحقيقي. بس يا بنت ربنا يخليكوا لبعض. قهوة ولا شاي؟ افندم حضرتك تحبي تشربي قهوة ولا شاي؟ قهوة لو سمحت. حالا. تاني يا سامي اجازة تاني؟ ايوه لازم اسافر روما. روما؟ ايوه أنا قلت لماما إن أنا رايحة باريس أحضر مؤتمر أدباء البحر المتوسط. أنا بحكي لحضرتك الحكاية دي عشان لو سألتك أو حاجة. فهمت. تروح ترجع بالسلامة إن شاء الله. ادعي لي يا عمي. ربنا معاكي وقلبي معاكي. لا حضرتك تقارير الناس اللي قابلتهم الكام يوم اللي فاتوا، هتلاقي ناس كتير قوي تنفعكم. سيبك من التقارير دي دلوقتي وخلينا في المهم. ساميه طيارتنا زمانها على وصول. لسه بدري يا ابو سليم، فاضل ساعه على ميعاد الطياره. 45 دقيقه والمفروض لما توصل تلاقيك مستنيها في المطار. خلص اللي في ايدك واطلع المطار على طول. النهارده هتلاقي الطريق زحمه شويه. حالا. انت عارف هتعمل ايه بالظبط؟ عيب يا ابو سليم، انت بتشك في قدراتي؟ لا يا اخي ما بشكش في قدراتك. انا حجزت لها نفس الاوضه اللي نزلت فيها المره اللي فاتت. وحجزت لي اوضه جنبها انا كمان؟ اوضه ايدي اللي جنبها. انت هتنزل معاها في نفس الاوضه. مش مراتك يا اخي؟ وبقالها مده غايبه عنك. ما يصحش تكون بعيد عنها. اشرب يا نبيل. اشرب يا حبيبي. Thank you.
جوزك دلوقتي، ولا هو صاحبك ولا حبيبك. نبيل عدو. يريد اني هيلب مدام؟ مدام يريد اني هيلب؟ نو ثانك يو. ار يو شور؟ يس ام شور ثانك يو. وحشتيني قوي، وحشتيني. وانت كمان يا حبيبي. سامية مالك يا حبيبتي، في ايه؟ لا مفيش، بس اصلي تعبانه بس شويه. تعبانه مالك؟ ما انا عملت عمليه اللوز من كام يوم. عملتي عمليه وما قلتليش؟ بس حاجه بسيطه يا نبيل، ما حبيتش اضايقك واشغلك عن شغلك. برضه كان لازم تقولي لي عشان انزل لك مصر. الف سلامة عليك. الله يسلمك. اتفضل. قولي يا نبيل، اخبارك ايه واخبار شغلك ايه؟ تمام يا حبيبتي، كله تمام. اوعى تقولي انك سبت شغلك مخصوص في نابولي عشان تيجي تاخدني من هنا. حبيبتي انا سيب الدنيا كلها عشانك، وبعدين بصراحه ما اخبيش عليكي، انا جاي هنا مخصوص عشان عندي صفقه عربيات جايه اخلصها. اوكي، وعرفت منين اني جايه النهارده؟ ادريان بلغني. انتوا بقيتوا صحاب قوي كده؟ لا لا خالص، بس هو اول ما عرف ان انا في روما طلب مني ان انا جاي. راجل ذوق قوي. على فكره هو حجز لك في نفس الاوتيل ونفس الاوضه بتاعت المره اللي فاتت. اوعي تنزلي في الاوتيل اللي هم حاجزينه لك. نفس الاوتيل ونفس الاوضه؟ ده بيحلم. ليه يا حبيبتي؟ هو المكان ما كانش عاجبك؟ كان عاجبني المره اللي فاتت، بس انا اقتنعت بوجهه نظري. انا لازم اخد حقي من الناس دي كويس جدا وما اقدمش اي تنازلات. انا معاكي، بس المشكله ان ايه يا نبيل؟ خلاص انا مش عايز انزل في الاوتيل ده بصراحه، بقى ما بقاش من مستوايا، عايز انزل في اشيك اوتيل في روما. بس الراجل برضه حجز الاوضه يا سامي، عيب يقعد فيها هو. اوكي زي ما تحب، بس انا برضه رايي ان احنا نتصل بيه وناخد رايه الاول. انا مش هتصل بحد، وبعدين مش انت اللي قايل ان انا لازم اخد حقي من الناس تلت ومتلت؟ ايه اللي غير رايك؟ لا يا حبيبتي انا ما غيرتش رايي ولا حاجه، انا معاكي في كل اللي بتقوليه 100%. برافو يا سامي. طب خلاص احنا بنتكلم في ايه؟ يلا خدني على اشيك اوتيل في روما. وفي الاوتيل الجديد برضه ما تاخديش اول اوضه يعرضوها عليك. لا يا نبيل غيرها لي بليز، مش عايزه اوضه على المدينة، هتبقى دوشه وانت عارف اني بحب الهدوء. امر. You have another room on the other side? Yes, single or double? Single please. Here you go. You have room 512. Thank you. انا نازل فين يا نبيل؟ انا حبيت نازل في اوتيل تاني بس مش كده طبعا. طب مش تنقل على الاوتيل هنا الاوضه اللي جنبي؟ اوكي عندي شويه شغل هخلصه وما اجيلك على طول. ممكن ما تتاخرش عليا؟ بس لو وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. هتعشينا فين النهارده؟ النهارده؟ على كل نفكر براحتك، والساعه 7 هتلاقيني جاهزه لك. اوكي. لازم تعرفي ان العدو اللي هتواجهيه عدو ذكي وخطر، لكن اللي اخطر منه نبيل. نبيل مبقاش جوزك دلوقتي، ولا هو صاحبك ولا حبيبك. نبيل عدو، واوعي تخليه يحس بان اي حاجه اتغيرت فيكي. يعني ايه؟ يعني ايه غيرت الاوتيل؟ قالت لي ان الاوتيل الاولاني مش عاجبها وحبت تقعد في اوتيل احسن منه. وبعدين ساميه المره دي متغيره قوي ابو سليم عن المره اللي فاتت. ايوه يا ايزاك، كلم ادريان قول له يقابلني عندك بعد نص ساعه. انا عايزك تعصر دماغك على الاخر،
افتكر كل حاجة حصلت بالتفصيل الممل، كل كلمة قالتها، كل انفعال اترسم على وشها من ساعة ما قابلتها في المطار لحد ما وصلتها الأوتيل. العز اللي احنا فيه ده، سبحان العاطي الوهاب. كلمتها يا ديفيد؟ كلمتها في الاوتيل مرة واثنين وثلاثة، قالوا لسه ما وصلتش. لما جيت هنا كلمتها تاني نفس الرد، برضو ما وصلتش. ومش هتوصل. ايه؟ لغت الرحلة؟ غيرت الاوتيل اللي حجزنا لها فيه. غيرت الاوتيل؟ ما تفهمني شلومه يا حبيبي، الحكاية بالظبط. حسب كلام نبيل، البنت المرة دي متغيرة جدا عن المرة اللي فاتت. متغيرة ازاي يعني؟ البنت رافضة تنزل في الاوتيل اللي حجزنا لها فيه. رافضة؟ رافضة يعني ايه؟ والتجهيزات اللي جهزناها يا شلومو يا حبيبي، والفلوس اللي اتصرفت. طب رافضة ليه؟ بتقول ان الاوتيل ده مش من مستواها. مش من مستواها؟ الكلام الفارغ ده يا شلومو. وهي فين دلوقتي؟ راحت على اوتيل روما بلازا. روما بلازا؟ لا، يبقى كده الغرور ركبها يا حبيبي. يا اما الغرور يا اما حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ حاجه مش عايز افكر فيها دلوقتي يا ديفيد، خلونا في حكايه الغرور احسن. تفتكروا ركبها الغرور ليه؟ علشان انا مش عارف. جايز علشان جايبلنا معاها اخبار قيمه وطمعانه في فلوس زياده زي ما قال لي نبيل. وإيه بقى الاحتمال التاني؟ بلاش نسبق الأحداث يا ديفيد، ونشوف الأول الأمور هتمشي إزاي. امسك. دي نمرة الأوتيل والأوضة اللي هي نازلة فيها. كلمها وحدد معاها ميعاد تتقابلوا فيه. إيزاك، ابعت رجالتك يشيلوا الأجهزة من الأوتيل التاني ويركبوها في المكتب اللي أجرناه لديفيد. اعتبره حصل يا حبيبي. مستني ايه يا ديفيد؟ ما تكلمها. الو، انا ادريان تومسون يا سامي. اهلا اهلا مستر ادريان، ازيك؟ انا كويس، المهم انت؟ انا الحمد لله كويسه يا ستي. الف حمد لله على السلامه، وحشتينا. لو كنت حقيقي وحشتكم كان جه حد خدني من المطار. انا بعتلكم ميعاد الطياره وتاريخ الوصول. انا اسف يا سامي، حقيقي كان عندي مشاكل في الشغل. وبعدين انا عرفت ان السنيور نبيل هنا في روما، واعتقدت ان استقباله ليكي في المطار هيسعدك ويفرحك اكتر من وجودي. طبعا فرحني جدا، بس انت ضيعت عليا المفاجاه. انا كنت عايزه اعملها لنبيل مفاجاه. يا ستي ملحوقه. عموما الف حمد لله على السلامه، وارجو ان الاوتيل الجديد اللي اخترتيه يكون عجبك. اه حلو جدا، شكرا يا مستر ادريان. انا الحقيقه كنت عايزه اعتذر لك على موضوع الاوتيل ده، بس اصل لا 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 لا
مفيش داعي انك تعتذري، ده انا اللي بعتذر ان اختياري للفندق ما كانش مناسب ليكي. انا المره اللي فاتت اعتقدت انك استريحت فيه والفندق عجبك. وعموما ما تشيليش هم اي حاجه، الوكاله هي اللي مستضيفاكي طول فتره اقامتك في روما. انا متشكره قوي لحضرتك والوكاله. وبالنسبه للمواضيع اللي كلمت فيها نبيل كلها مواضيع بسيطه، لما نقعد ونتكلم هنتفاهم على كل حاجه واكيد مش هنختلف. اكيد يا فندم مش هنختلف طبعا. جميل، تحب نتقابل امتى؟ مستر ادريان حضرتك البص وانا بشتغل عند حضرتك، وما تنساش ان انا جايه روما بدعوه منك. لو كان علي انا عايز اشوفك في اسرع وقت، حتى لو دلوقتي حالا. لا مش للدرجه دي، انا مع الاسف متفقه مع نبيل ان احنا نتعشى مع بعض النهارده. ان شاء الله بكره الساعه 12 هتلاقيني مستنيه حضرتك في اللوبي. وتستنيني واستناك ليه؟ ما نتقابل على طول في كافتيريا ماضو. خلاص يبقى نتقابل على هناك على طول ان شاء الله. باي. ما صممتش انك تقابلها الليله ليه؟ ما انت سمعت بنفسك، نبيل عازمها على العشاء. سيبها هي اللي تحدد المكان اللي تحب تروحه، بس المهم اول ما توصلوا هناك اديني تليفون وبلغني انتوا فين. فاهم يا نبيل؟ خلي بالك لازم تحتاطي لكل حاجة. ايه الجمال ده كله؟ انت اللي ايه الشياكه دي كلها؟ يا رب بس ابقى قد مستواكي. ما تخافش على مستواي ويمكن اعلى سنه كمان. اسمحي لي؟ يا حبيبتي عملت ايه من ساعه ما سبتك لحد دلوقتي؟ ابدا، قمت اخدت دش وبعدين جهزت. هتسهرنا فين النهارده؟ زي ما انت عايزه. في مكان معين تحب نروح؟ عايزه ارقص، افضل في حضنك وارقص. غالب الطلب رخيص. اهلا يا شامبين. طب مش هترقصني بقى؟ طبعا يا حبيبتي، بس لحظه واحده هوصل العربيه واجيبك. في حاجه؟ انا نسيت المحفظه بس هجيبها. ايوه يا نبيل، انتوا فين؟ اه عارفه طبعا. لا انت مالكش دعوه بيا خالص، انا عايز اشوف البنت من قريب بس. ماشي اوكي. شلومو، اجي معاكوا يا حبيبي؟ تيجي معايا تعمل ايه؟ انت اتجننت يا ازاك؟ ده شغل شغل يا اخي.
انا مش قصدي يا شلومو، انا قلت اتعشى معاكوا بدل الاكل ما يفيض ويترم. بطل دناوة يا ايزاك، بطل دناوة. عايزك تروح لها الاوتيل تفتش اوضتها، ما تسيبش خرم ابره، وتصور كل الورق اللي موجود في الاوضه، جواز سفرها، تذكره السفر، اي ورق. فاهم؟ فاهم يا شلومو. وبقى هات لك بيتزا او اي حاجه تاكلها وانت راجع. شالوم يا حبيبي. حبيبك مش باين يا شلوم. تاخرت عليك. وحشتيني. وانت كمان. خليها معك الوقت. مش نرقص الاول؟ بس انا خايف. من عينيكي.
اتبسطت يا حبيبتي جدا، بس انا ما كنتش عارف ان انت بترقص حلو كده. لكن انا عارفه من زمان انك بترقص حلو قوي. فاكر يا نبيل ايام الجامعه؟ خير يا حبيبي، اشوفك بكره. ايه؟ تعبانه قوي يا نبيل وعندي شغل كتير الصبح بدري. هو ادريان اتصل بيكي؟ عندك شغل معاه بكره؟ جرى ايه يا نبيل؟ مش ده كلامك؟ الشغل هنا اسرار؟ ايوه سامع، بس احنا كنا كويسين طول اليوم، ايه اللي حصل؟ انت اللي قلت لادريان ان انا نازله هنا في الاوتيل؟ ما انا كان لازم اقول له، انت جايه مخصوص عشان تقابليه في شغل. وفرد كان طلب مني اني اسهر معاه. انت عارفه كويس اني كنت هرفض. بعدين انت ليه بتكلميني كده؟ لانك جوزي يا نبيل. جوزي. كنت متوقعة منك أكتر من كده بكتير. تصبح على خير. لأنك جوزي يا نبيل، جوزي، وكنت متوقعة منك أكتر من كده بكتير. تصبح على خير. قلت لك يا شلوم الصور ما فيهاش اي حاجه يا حبيبي. انت متاكد انك صورت كل الورق اللي في الاوضه؟ ما فيش ولا حاجه فلتت منك؟ جرى ايه يا شلوم يا حبيبي؟ انت ما عندكش ثقه فيا ولا ايه؟ عندي ثقه فيك يا ايزاك، بس المفروض انها جايبه معاها اخبار ومعلومات. يعني مش معقول هتكون خرجت تسهر وهي شايله معاها الاخبار والمعلومات دي، هتكون شايلاهم فين يعني؟ أيوة إيزاك، نبيل على الباب. بتقول مين؟ إيه في إيه؟ نبيل بره عايز يخش. ده إيه اللي جابه ده دلوقتي؟ أخليهم يمشوه يا حبيبي؟ لا لا خليه يدخل. خليه يدخل. أوكي. استنى أنت هنا وأنا هشوف عايز إيه. اللي جابك يا نبيل؟
انا كنت فاكرك هتبات معاها الليله في الاوتيل. ما انت ما قلتليش، ما قلتليش اذا كنت بات معاها كده من نفسي ولا استنى امر منك. حتى لما سالتني اذا كنت هنقل معاها في نفس الاوتيل ولا لا قلت لها ما اعرفش. طب اهدى، انت منفعل كده ليه؟ لانها جرحتني يا ابو سليم، قالت لي انها كانت مستنيه مني اكتر من كده، وانا قلت لك انها مراتي. واحنا عندنا الراجل اللي بيبقى متجوز واحده بيبقى مسؤول عنها، ولو ما كانش مسؤول عنها بيبقى في حاجه غلط. دي حتى لما سالتني اذا كانت هتشوفني بكره ولا لا ما عرفتش اقول لها ايه، لاني ما بقتش عارف، مش عارف انتوا عايزين ايه بالظبط، وانا المفروض عليا اعمل ايه. عندك حق انك تزعل وتتاثر، وهي برضه عندها حق انها تزعل منك، لكن اللي واضح انها بتحبك بجنون، ولذلك انا كنت فاكر انك هتبات معاها الليله، واستغربت جدا لما شفتك راجع. الدرجة دي بتحبها يا نبيل؟ اه. هو غلط؟ لا طبعا مش غلط ان الواحد يحب مراته، حتى لو بيشتغل في شغلانة زي دي. حتى لو، بس بيتهيألي بكرة لما تشتغل هي في نفس المجال الأمور هتبقى أحسن بكتير. صعب يا أبو سليم، أنا قلت لك قبل كده صعب قوي إنها تشتغل في الشغلانة دي معانا. بيتهيألي